هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نتناول قطاع التطوير العقاري، وفي هذه الحلقة استضيف المهندس علي بن محمد الشهري، وهو الرئيس التنفيذي لشركة المزاني للتطوير العقاري. مرحبا فيك ابو محمد. اهلا وسهلا، شرفتنا بالحلقه. طبعا الله يحييك طول عمرك. خلنا في البدايه نتكلم على التطوير العقاري. يمكن الحين برزت يعني خلنا نقول على السطح كثير من شركات التطوير العقاري مع نمو القطاع السكني. الان اول شيء، المطور العقاري الان وش دوره بالضبط؟ المطور العقاري، اول شيء مساك الله بالخير لكل مشاهدينك الكرام. المطور العقاري يعني هو هدفه تحسين وبناء الأراضي والممتلكات وإضافة قيمة لها. هذا الهدف من المطور العقاري. المطور العقاري بالنسبة للإسكان هو أنه يعني سواء يبني، يعني تعريف الأجنبي للديفلوبر أو المطور هو من يبني البنية التحتية. هو يشتري الأرض ولا يصير؟ والله هو بعض الحالات يكون في طبعا قسمين، في قسم الأصول وقسم التطوير. الأصول هو اللي يملكها المستثمر، ممكن يكون المطور مالك للأصل ويطوره، أو هنالك مالك ومطور يقوم بخدمة التطوير. يعني ما في قاعدة ثابتة. المطور هو طبعا هي خمس خدمات يقدمها في التطوير، هي على كلها حروفها بالتاء. يقول لك التطوير هي أول شيء تحليل ودراسة السوق، بعدين تصميم، بعدين تسويق، ثم تمويل، ثم تنفيذ، ثم تسليم وتشغيل. كلها تاء تاء. كلها تاء مع التطوير. إيه. وهذا طبعا هذا العمل اللي يقوم فيه أو السكوب حق المطور العقاري يعني بشكل عام. بالإسكان طبعا، الإسكان السعودي وزارة الإسكان مشكورة قادة قطاع التطوير الإسكاني في فترة الثلاث سنوات الأخيرة، عملت الحاضنة من الخدمات ومن الجهات اللي كانت يتمناها التطوير العقاري. فانطلقت الحقيقة القاطرة بمشاريع، يمكن 60 مشروع الآن بوزارة الإسكان أو أكثر، وبمئات الآلاف من الوحدات. وخدمتها في هذه الخدمة طبعا لجنة البيع الخارطة وافي، وكذلك إتمام، وكذلك الاتفاقيات الأخيرة اللي حصلت بين وزارة البلدية والقروية ووزارة الإسكان بانطلاق شديد. واعتقد انه سوف يستمر مع النمو اللي قاعد يحصل معانا في التحول اللي احنا فيه الآن في البلد. طيب، هل المطور العقاري الآن يعني هو كان خلينا نقول يعني مقاول ولا عقاري، ولا المطور صنع لحالها ما له علاقة في هذه؟ والله المطور هو في العادة يعني تكلم بالتعريف الأجنبي، ديفلوبر هو اللي يبني الأرض، اللي يطور بنية تحتية سابقا في السعودية، والهوم بيلدر هو اللي يشيد المبنى اللي هم المقاولين نسميهم. المطور الشامل يسمونه ديفلوبر اند هوم بيلدر، يعني مطور ومشيد مباني. الآن نتكلم عن وزارة الإسكان هي الاثنين، مطور وهوم بيلدر. فصنعة التطوير تصل من مطور بنية تحتية أو مطور مباني إلى مطور إلى مطور مباني وبنية تحتية. فرقه عن المقاول أن المطور يهتم بالتصميم، يهتم بالتمويل، يهتم بالتشغيل. المقاول في العادة فقط تنفيذ، تعطيه مخططات معينة ينفذها ويسلمها للمطور، المطور يشرف عليه ويستلم منه. هل ممكن يصير المطور يعني هو اللي طبعا يضع المخطط ويبني ويستلم، وبنفس الوقت زي ما ذكرت من التاءات هذه الخمسة عملية التسويق، يعني هو برضو يبيع؟ طبعا معظم شركات التطوير، لأن هذا عنصر مهم جدا عندها خاصة في موضوع البيع الخارطة، هو لو ما بعت ما صار مشروع، ما تمولت البيع. فتكون التسويق داخليا، وبعض الشركات تكون التمويل أوت سورس، تجيك شركة تسويقية عفوا تسويق أوت سورس، يكون في شركة تسويق تجي وتتفق معك باتفاق معين وتخدمك بتسويق المنتج. هل المطورين ما يعني ما يقدر يمارس الشغلة إلا بمشاريع كبيرة؟ يعني لازم وحدات كبيرة، وزارة إسكان، وزارة دفاع، مستشفيات طبية، يعني على شيء ضخم فقط؟ لا، في طبعا المطور الفرد
والمطور الشركة والمطور المعنوي الشركات. اشرح لي الفرد. الفرد هي اللي كان شغال فيها المملكة من بدايتها، أنه كل شخص يكون هو اللي يصمم مخططه ويشرف عليه ويعرف يموله، سواء بقرض بنك أو من جيبه. يعني شخصي، بناء شخصي. فبعض الأفراد يعملون وبعض الأفراد يعملون على مجمعات 10 إلى 20 في هذه المقاسات. الشركات حقيقة عشان تغطي الأوفر هيد لرأس مالها، لأنه عليها أقسام كثيرة، أقسام مالية، أقسام تسويق، أقسام إشراف أو يسمونها PMO، عندهم أقسام، فأقسام كثيرة فيها تكاليف، فتحتاج يعني كمية أكبر من الوحدات 300 400 وألاف حتى أنها تعوض الأوفر هيد العالي يعني للمشروع. هذا اللي يخلي الشركات لها نمط أكبر. طيب يعني هي يعني تستطيع أن تنجز مشاريع متوسطة وصغيرة وكبيرة، صح؟ صحيح، نعم. طيب حجم الشركة، إذا الدولة مثلا مشاريع مثلا جت سنة من السنوات هدأت من مشاريعها، نعم، وش البدائل عند المطور؟ عنده، ما هو لازم يكون كل شغل المطور بالعادة سكني، يكون عنده سكني وصناعي. إحنا دائما ذهننا مرتبط بمشاريع الحكومة بس. شوف المطور من بداياته يمكن أقل واحد يشتغل مع الحكومة. المقاولين هم اللي يعملون مع الدولة، أما المطورين بشكل في التطوير فالعادة كان هو مطور يطور الأرض أو يطور وحدات سكنية أو يطور كمباوند سكني أو أراضي فلل ويبيعها. وفي طبعا الصناعي، وفي التطوير التجاري، المولات، الفنادق، هذه كلها تحت، تشمل تحت التطوير. ولكن بسبب رؤية المملكة تملك المواطنين للمساكن، اتجهوا كثير من المطورين الآن للتطوير السكني. هذا اللي خلاه الحين هو مكان الحديث. ايش رايك انت في موضوع البيع على الخارطه؟ والله انا اعتقد انا من اشد المهتمين او المؤمنين فيه، واعتقد انه محوكم بشكل قوي، واللي تغير عن اول، صح؟ يعني يمكن اخر 4 سنوات صار فيه تحديث، صار اكثر حوكمه. كان اول فيه تعثر، فيه مشاكل، والله قبل 10 سنوات، بس انه من السنوات القريبه وحدث، كل فتره تحدث اللائحه. انا اعتقد انه محوكم بشكل كبير، وهو وسط، يعني هو لو انحرف لليمين او لليسار قد يتاثر. ولكن تابع من وزاره التجاره ولا وزاره الاسكان؟ لا، الان تبع وزاره الاسكان، كان وزاره التجاره قبل 4 سنوات ونقل الى وزاره الاسكان. وش الياته الان يعني اللي خلينا نقول تخلق الضمان له؟ طيب، اول شيء اي ارض يبنى عليها اي مشروع يهمش الصك للجنه، الصك، فاي شيء فوق الصك للجنه. الأمر الثاني، أي أموال تدخل للمشروع مهما كانت، حتى لو قرض عقاري أو قرض عفوا بنكي، تدخل في حساب اسمه حساب الضمان. هذا الحساب ما يصرف، مش حساب الشركة المطور، لا، ما يصرف إلا على المشروع، وفوقه 3 جهات، فوق محاسب قانوني يتابع الخطة اللي انت قدمتها. خذ من هنا وود المشروع ذاك، ابدا ما تقدر، اصلا ما تقدر حتى تتحرك في ابسط الامور الا بالموافقات وحسب الخطة الاساسية المعتمدة. واستشاري هندسي متابع على الارض، ولا يصرف الا على ما تم انجازه او ضمان بنكي. والبنك بعد ذلك طبعا كلهم تحت مظلة وافي. احيانا وافي هي اللي توقف اذا شافت عندها مهندسينها، اذا شافت انه في الارقام اي في بدايات، يعني متابعة باستمرار شهريا. كثير ما تجي تطلبنا في ليش، وتتأكد في حقوق الناس وحقوق مثل الأنظمة. يعني هم مطلعين على الحساب البنكي الخاص بهذا؟ نعم، الحساب البنكي يتبعهم، هم يعني هم المتصرفين بإيقافه أو فتحه. وأنت كمطور تمسك الحساب كصرف على المنتج بشروط معينة، ففي انضباطية عالية. كم يدفع اللي يشتري على الخارطة في البداية؟ شوف، النظام البيع الخارطة، وفي نظام المستحقين وزارة الإسكان. طبعا مستحقين وزارة الإسكان الوزارة دعمتهم دعم كبير. الطبيعي أنه يدفع 20% دفعة أولى، وبعد كل إنجاز تقريبا 5 دفع على 20-20 تقريبا إلى أن ينتهي. يعني ما في مجال أن يكون في تعثر بالنسبة للبيع الخارطة اليوم؟ أنا ما أشوف أنه ممكن يصير تعثر. وحتى لو صار تعثر من المطور أنه ما نفذ، يحق لهم في اللائحة استبداله في أي وقت. يعني أنا لو أنا مطور، المطور يحق الوافي التصرف بأي شيء، من ضمنها استبدال حتى المطور. يعني أنا مطور جبت المشروع وعملته وبعته، شافوا مني أي خلاف أو أي مشاكل أو أي مشكلة حتى النظامية داخل الشركة، إنهم يسحبوني يعطونا مطور آخر. وتهميش الصك لديهم. يعني المطور تحت ضغط إنجز ولا بالضبط؟
إذا تأخر عن سرول إنذارات معينة فيها نظام إنه يوقفونه ويتدخلون في أعماله كذلك. يعني طيب وش رأيك في مسألة البناء الشخصي يعني اللي منتشرة بالناس؟ يعني تجد إنه دائما هو يرى نفسه إنه هو يوفر، يعني إذا بنى بنفسه ويرى إنه يضع المواصفات أفضل ويرى ويرى ونطلق على دائما المشاريع التطوير العقاري التجارية تجارية. أنتم ما تبنون إلا بمواصفات وتطبيقات أنظمة وفيدك وقصص طويلة. صحيح. بالنسبة للبناء الشخصي لن يستطيع أحد يبني شخصي يجيب شركات عملاقة استشارية زي اللي يجيبها المطور. يعني ما أبغى أجيب أسماء الشركات ولكن شركات العملاقة اللي بالسوق. يعني لو قصر ما قدر يجيبهم. فالمطور يجيب شركة، يعني خلينا نتكلم عن مطور تشبروع عن بوابة الشرق، خطيبه عالمي. خطيبه عالمي مبالغه بعشرات الملايين عشان يجيب مشروع. فمثل هذا الاستشاري له مواصفات وله أعمال وله طريقة في العمل. مواصفات البناء اللي تبنيها تبني على، يعني عندنا في بعض الفلل أو مو بعض كل الفلل تحت تقريبا 300 نقطة فحص، 300 inspection point. هذه ما يقدر يسويها المواطن حتى في بيته. كثير من اللي يجونا الخبراء يقولون أنتم تبنون أفضل من البناء الشخصي، وطبعا عندنا جودة في العزل في الدفان، في يعني لما تراجع جودة البناء بوابة الشرق تشوف أنه ما يقدر المواطن يسويها في بيته. الضمانات طبعا في شيء يوصل 25 سنة والمبنى 10 سنين، وفي لها ضمانات طبعا هذه موقعة على دوافي وملتزمين فيها المطورين. لأن حتى أرباح المطور ما يأخذها إلا في نهاية المشروع. المطور ما يأخذ أرباح المشروع إلا بعد ما ينتهي. يعني كل الفترة هذه هو قاعد يأكل من اللحمة على من مبالغ التسويق ومن جيبه أو من الدفعات اللي جتها. من الدفعات، وطبعا لازم يستثمر شيء بسيط في إدارة الشركة عنده. أوكي. فكده في المواصفات جدا عالية. دائما المواطن يكون مطلع قبل يوقع العقد على ايش المواد اللي بتنبني فيها. البلوك من فين، البلاط من فين، السباكة، الحديد، هذه كلها تكون من ضمن الكراس اللي وقع عليها في البداية. طبعا ابغى اتطرق لطريقة الدفع بالنسبة لوزارة الاسكان. وزارة الاسكان سهلتها كثير على المواطن. ما في شيء اسمه 20% ولا هذا. الامر كله يدفع 5% مقدم ولا يدفع لين يستلم البيت. طبعا اللي يدفع الدفعات هو البنك الممول له، ولا يخصم على المواطن مبالغ مالية. قصدك حق العقاري؟ اللي هو صندوق العقاري أو وزارة الإسكان. 5% تدفعها اليوم الوحدة تقريبا، اللي تكلمنا عن 650-665 ألف تدفع 30 ألف. كم متوسط السعر الحين؟ يعني 650-700 ألف. أوكي. تأخذ في 300 متر، مواصفات عالية، يعني فيها طبق كل المعايير فيها. صح؟ بعدين كذلك الحي كامل يبنى في نفس الوقت، في حدائق، في مدارس، في مواصفات. هذه يبيلها وقفة. هذه موضوع جودة الحياة. أوكي. يعني احنا نلاحظ الحين في أحياء، خلنا نتكلم بواقعية الآن، في بعض الأحياء تجي تقول ما فيها حديقة. صح. ما فيها مكتبة، ما فيها خلنا نقول ترفيه بما يتناسب مع كبير السن والمرأة وإلى آخره. هذا تفاديته؟ شوف، تفادينا جزء منه. هو عشان يتفادى بالكامل هو لازم النظام كامل، يعني التطوير العقاري يتغير. يعني لما قصدك النظام؟ يعني نظام التطوير العقاري لأنه يرتبط بالبلدية والقروية، ويرتبط بال الدفاع المدني، الدفاع المدني يرتبط بجهات أخرى كثيرة، المياه والكهرباء، الصرف الصحي. النظام في الخارج برا، مثلا لو قلنا كيف التطوير في أمريكا، المطور يبني الأرض بالكاملة، كامل البنية التحتية حسب مواصفات كل جهة، بحدائقها، بأراضيها، بالصرف الصحي، بعدين كل شيء. ثم الحكومة أو الولاية تدفع له قيمة التطوير مع أنها أرضه خاصة، ويقصدونها كتاكس بعدين ضرائب على المواطن اللي بيسكن في الوحدة السكنية. فتصير الوحدات أرخص ويأخذونها من الناس برخص، بدل ما يكون المتر عندك 2000 ريال يمكن هناك يوصل 500 ريال. يعني ماخذينها على المدى الطويل. على المدى الطويل. هذا واحد. اثنين، المدارس، في شركات متخصصة على طول تأخذ المدارس منك يا المطور وتبنيها. الخدمات الأخرى مثلا المنشآت العسكرية، الشرطة، الدفاع المدني، يعملون نفس الشيء. احنا حقيقة في مشاريعنا كل الخدمات متوفرة. انت تلاقي دفاع مدني ومدارس ومساجد وحدائق، وحدائق بكميات كبيرة ونسبة 40% في المشاريع، ما هي بنسبة قليلة أن تأخذ من الأرض 40%. إحنا الآن وصلنا لـ 55 في بوابة الشرق خدمات، الحدائق كبيرة.
القضية عندنا أنه موجودة، ولكن هل سوف تبنى بالوقت المناسب؟ احنا في مشروعنا مثلا بنينا مجمعين مدارس اولاد وبنات عشان نخدم المدارس. المساجد عدد تبنى بسرعه لانه طيب ليش ما تبنى وش المشكله؟ يعني انا مكلف. لا لانه ما في نظام الاستثمار لها. يعني انت بتبنيها على حسابك، من بعطيهم اياها يعني هديه ولا بيجي ياخذها مني المدرسه بفلوس؟ الان بدت يعني اذا بنت حديقه الحين مثلا، لا الحدائق تبنى طبعا. اوكي، من يتولاها بعدين؟ المفروض البلديه. لو يصير في فاسيلتي مانجمنت اللي هي رسوم الصيانه زي ما يصير في كل البلاد اللي حولنا، كان المطور يقعد هو اللي يرعى الصيانه. اللي اعرف انه في بعض الدول يعني وكثير منها حتى يمكن هنا في بعضها ياخذ على الفيت يعني. صحيح، على الصيانه والاصلاح. فاسيلتي مانجمنت مو موجود عندنا الان. هذا ما اقول لك، النظام موجود في منطقه مغلقه كومباوند، موجود في برج تصير، والنظام لسه ما اكتمل كامل انه يرعى. يعني احنا الحين برنامج ملاك من وزاره الاسكان بدا في خطوات حقيقه جيده، ان يكون في ايش يسمونها لجنه الملاك يكون فيها امور، ولكن لا زالت انا اعتقد انه يحتاج لنا وقت ان المجتمع يتقبلها. احنا ليش نركز دائما؟ انا اشوف انه مساله الترفيه وجوده حياه داخل البيت وليست خارج البيت. يعني مثل كل واحد حاط مسبح وكل واحد حاط حديقته، كل واحد حاط. صحيح، طيب ليش ما اختصر بيتي شوي وخليها برا هذه وتصير بابليك؟ يعني هذا في هذا شغل المطور العقاري. اذا مطور العقاري اخذ له قطعه ارض وبدا يطورها، تلقاه يحط جيم او نادي رياضي، يحط له مساجد، يحط له حدائق، يحط ثيافه احيانا مجانيه عشان يجذب الرجل ويرفع من قيمه الحياه في مشروعه. ينبذ المشروع في وقت واحد، ما تقعد تسكن وبكره واحد يجي بجنبك يشتغل ويصير هو اقل عليه كلفه. اي اذا اشتغلنا بالنظام القديم انه بنيه تحتيه فقط وبيع اراضي ويبني كل شخص بنفسه، من بيبني الخدمات؟ ما في احد بيبنيها. هنا فكره ان المطور العقاري يقدر يعطي حلول. المطورين اليوم يشتغلون بنسبه 60-70% حسب الانظمه الموجوده يعطون جوده حياه، ولكن لا زالت 30% تحتاج لها بعض الانظمه. بتوقف مع فاصل محمد ونكمل. فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم. نستكمل حوارنا مع المهندس علي بن محمد الشهري، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تمزاني للتطوير العقاري. طيب محمد، هل الجهد هذا اللي يأخذ سنين، يعني أنت لما تستلم أرض وتبني البنية التحتية وتبدأ تبني وتبدأ تأسس، يأخذ لي يعني خلنا نقول بالأقل سنتين، صح؟ صحيح. طيب أنت هالتدفقات النقدية خلال الفترة هذه، عندك تكاليف موظفين، عندك تكاليف خاصة فيك ثابتة ومتغيرة وإلى آخره. صحيح. كيف تستطيعون عملية المنج أو عملية الإدارة لهالشيء بخلق التوازن المالي للمطور العقاري؟ لأنه لازم يصير عنده تدفق، مو لما ينتهي المشروع وبيع أبدأ حصل. صحيح. كيف تديرون هذه؟ الحقيقة إدارتها سابقاً كانت انه سابق، نتكلم قبل 7 سنين سابق، كانت ادارتها بالمساهمات العقاريه، انك تحسب تكاليفك وتاخذ المبلغ مره واحده بالاول وتطور مشروعك وتبيع، وكانت طريقه بسيطه جدا، ولكن كان تمويل هو الاساس. كيف تمول المشروع بعدين كيف تدير الكاش فلو؟ المساهمات القديمه هذه. صحيح. اللي كل واحد يدفع مبلغ ويساهم وياخذ ورقه بس، هذا الضمان. ترى هذه فائدتها كانت انه بنت حقيقة مخططات وصار فيها تعثرات وصار فيها مشاكل، لكن صار فيها يعني بنية المدن عندنا بالمساهمات، كانت هي الطريق الوحيد لتمويل المطورين للبناء. بس ترى 400 مساهمة وأكثر متعثرة، من آلاف المساهمات، من 10,000 مساهمة مثلا. أوكي. يعني الرياض كانت فيها 3,000 مساهمة غير الرياض، جدة والدمام. أنا ما كنت أقول لها جيدة أو سيئة، أنا أقول أنها خدمت وبنت في ذلك الوقت. كانت تحتاج تنظيم. تحتاج يعني تنظيم. صحيح. تحتاج. اليوم التمويل للمطور العقاري، البنوك بدأت الآن تلتفت للمطور العقاري في الفترة الأخيرة، آخر يمكن آخر سنة أو سنة ونص.
في بعض المطورين طبعا كان لهم علاقات جيدة مع البنوك ولكنها كانت محدودة الشركات. اليوم التطوير، اليوم وزارة الإسكان بمشاريعها وبنظام التحفيز أنهم يعطون المطور 40% من قيمة المشروع، ومع 40% من قيمة المشروع. نعم، يعني إذا قيمة المشروع خلنا نقول مليار يعطون 400 مليون يحطونها على أول يوم في حساب الضمان، تصرف على المشروع بضوابط. زائدا انك هذا مو البيع على الخارطة، هذا لا، هذا 40% نظام المشاريع. حافز يعني يعني صار فيه قرار او مرسوم ملكي او كذا، انا ما ادري حقيقه وش يكون القرار، بس انه لوزارة الاسكان مبلغ معين تحفيز التطوير العقاري. الحكومه ما قصرت باعطائنا هذا الحافز لوزارة الاسكان، وعطته للمطورين بضوابط واليه معينه، والمطورين بدأوا الآن يعملون في المشاريع بهذه الأموال. هو كان المطورين ترى والمقاولين معاهم صحيح. كانوا يعانون من البنوك جدا صح؟ جدا صحيح. كان المقاولين تحل حالة الحين، كان المقاولين حظهم جيد قبل 4 سنوات. الآن كلنا يعني كانوا المطور والمقاول، لا زالت البنوك يعني تنظر إن في ريسك وفي مخاطرة وكذلك. برضو البيع الخارطة كانت البنوك يعني ترى إنه في يسمونه كومبليشن ريسك أو مخاطر التنفيذ فيها مشكلة. اليوم مع وزارة الإسكان والحافز الـ 40% يعني صار فيها ريحية أكثر للبنوك. البنوك دخلت الآن في التمويل من السنة الأخيرة. وش ضماناتهم البنوك بهالحالة؟ يأخذون الصك مهمش. والله عندهم ضمانات من الصندوق العقاري كمشاريع الوزارة، وعندهم ضمانات من وافي من بيع الخارطة، لأن الصك مهمش ولكن بشروط المشترين طبعا. الأمر الآخر بالنسبة للتمويل، إنه صار في عندك تمويلين الآن، 40% الحافز وتمويل البيع على الخارطة. أنت جالس تبيع على مواطن، المواطن يأخذ فلوسه من البنك، صار عندك تمويل. التمويل هذا كله يحسب ويسوى له كاش فلو اللي أنت محتاجه، كم الكاش فلو اللي تحتاجه في المشروع إلى أن تنتهي من عملك. لو ما كان في 40% حافز من وزارة الإسكان كان بيكون في مشاكل الحقيقة، يعني كان في صعوبة في نجاح كثير من المشاريع. إيه، لأن يحتاج سيولة ضخمة. يعني صحيح. وين يجيبها؟ لأن لازم يكون في دعم من وزارة الإسكان. صحيح. مشاريع التطوير الشامل من زمان في المملكة ما نجحت بالشكل، يعني أعتقد ما في مشروع نجح كتطوير شامل إلى اليوم. الآن مع مشاريع وزارة الإسكان لا راح تشوف مشاريع تطوير شامل كثيرة. طيب الحين وزارة الإسكان نشوف حنا شهرياً. يعني من خلال الصندوق العقاري تمنح التمويلات العقارية هذه. صحيح. طيب. كم خلينا نقول نسبة ما يحصل عليه المطورين العقاريين؟ لأنه في بعض ممكن يأخذ التمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، ولا شراء هو يبني بنفسه، لهم آليات واجد. التطوير العقاري أنتم منفصل عن هذا الموضوع ولا لا؟ شوف، التطوير العقاري هو يشترون من السوق، ممكن يكون مطور اللي في السوق بنى مباني جاهزة سابقا. إحنا اللي التطوير اللي قاعد يحصل الآن اللي هو مباني تحت الإنشاء اللي هو البيع على الخارطة. طبعا لنا حصة جيدة في المبيعات، اعتقد 24,000 وحدة. بس الحين تركتوا موضوع البناء الوحدات المتشابهة هذه؟ طبعا المطورين هذه ترى اشكالية. صحيح، المطورين هم يهربون من نسميها المباني العسكرية اللي تجي لون واحد كان علب كبريت. صحيح. لا لا، المطورين يبحثون عن افكار، تغيير في النماذج، تغيير في الالوان، تغيير في حتى يصير فيها يعني يسمونها ثيم حق المشروع، ثيم جميل. ما تسوون تصاميم معينة ويصير المستفيد أو الباحث عن السكن يختار على التصميم اللي يبي؟ ألا نسوي عادة كل مطور يسوي الموكب لكل وحدة، والموكب هذه يخدمه في عدة حاجات، يسوق له المشروع للمواطنين. هذه بدأت ولا؟ نحن بالنسبة لمشروع بابة الشرق عندنا 12 مشروع، 12 نموذج بتجهز خلال 3 أسابيع إلى الشهر القادم. يعني لسه ما بعد دخلت في الواجهات؟ الواجهات خلصناها، باقي الحين التشتيتات. عفوا، الشكل الخارجي من الواجهات الخارجيه، الشكل النهائي. اي نهائي خالص، هو الان في البلاط وفي البوايه وكذا. بعد مثلا شهر من الان بندعو الناس في 12 نموذج، تعال تفرج وترى بنبني لك مثله، ويكون في مباني استنقائيه. كم نسبه انجاز مشروع الشرق الحين؟ بوابه الشرق الان يعني يمكن نوصل 17% على كامل المشروع. الوحدات اللي بدينا فيها الان نبني 2129 وحده، كلها فلل. كلها فلل 300 متر. كبيرة والله. والله مشروع ضخم، ولكن يعني في تحديات. كم تكلفته تقريبا؟ والله تقريبا 2,400,000. ومتوقع متى؟ في 2020 بإذن الله نسلم. باقي 13 شهر. يعني أخذ حوالي سنة ونص، سنتين. سنتين تقريبا. تنفيذ سنتين. هذا يعني نموذج حقيقي للتطوير العقاري صح؟ صحيح، هذا نموذج
للبداية من ما يقولون من سكراش، يعني تخططنا الأرض واعتمدتها الوزارة وأخذنا رخصة البيع الخارطة وبنينا التسويق وبعنا بعض أو مجموعة من نماء الوحدات وبعدين أخذنا الحافز وطورنا المباني، والآن قاعدين نبيع في مرحلة التسويق اكتمال التسويق، وبتسلم في 2020 جميع الوحدات مكتملة. أوكي. طيب هل المطورين العقاريين عندهم يعني تنافس ما بينهم، خاصة أنه يعني اللي يشوف يقول المطور العقاري ما شاء الله كلهم مشغول ما حد ينافس الثاني بسبب كبر كعكعة الإسكان؟ صحيح. صح كذا؟ صحيح. وثاني حاجة، إحنا كتطوير عقاري سكني الموديل هذا جديد، أو الفكرة هذه جديدة اليوم بالسوق السعودي كتطوير بالأحجام اللي إحنا فيها، آلاف الوحدات ومئات الوحدات. فبالعكس المطورين قاعدين يتعاونون، بعضهم بالخبرات، مطور يحتاج من آخر خدمات، فكرة، أمور. وأعتقد أن من الشركات اللي موجودة تصعد 4-5-10 شركات بتكون هي المميزة في السوق في السنتين القادمة. من اللي سوف يتميز؟ أنا عاد سألت نفسي هالسؤال. اللي بيطور نفسه ويسيستم الشركة، يعني يصير كل شيء سيستمايز، سواء إدارة المشروع أو الشركة نفسها أو التنفيذ أو الدخول في تقنيات البناء أو الدخول في يعني شراكات كبيرة تساعد سواء مع الموردين أو مع المقاولين. هذه التحالفات وهذه التنظيم للشركات هو اللي بيقدر يستمر في أخذ حصة أكبر في السوق في السنوات القادمة. طيب كيف تحافظون على مستوى خلنا نقول حجم المشاريع والتدفق النقدي السنوي؟ يعني تعرف الموضوع عنده خلص المشروع، هل وزارة الإسكان عنده مشاريع أخرى؟ يعني كيف تحافظون على التوازن المالي؟ والله هذا سؤال المليون يا أبو راشد. الحقيقة أن المطور العقاري اليوم يبني شركة ويبني قدرات قوية عنده، ولكن قد يمر وقت يعني ما يلقى مشاريع، أو يكون مثلا نتوقف لأي سبب من الأسباب. ولكن أنه تعرف كلمة تطوير هي طموح، هي قافز، هي ما فيها تحفظ، يعني تنطلاق. منطلقين المطورين اليوم. والشيء الثاني أن نشوف ما شاء الله التحول الوطني والرؤية إلى 2030 ما أعطيتنا يعني طريق نمشي عليه. لا انتم ماشيين يعني ان شاء الله ما شاء الله الى يمكن 2030، يعني مو يمكن ماشي، لان وجود الطلب الكبير في موضوع الاسكان. صحيح. وذلك الطلب الكبير في الاسكان. الرابع السؤال المهم انه المواطنين بعد مشروعين بيعرفون الجوده عند مين، من المطور اللي يمشون معه اللي بيحافظ على جودته واسعاره ومصداقيته بينطلق الى ما لا نهايه في تصورنا. طيب هل ممكن المطور يشتغل برا المملكة، يعني يصير عنده برا مشاريع مثل ما نشوف احنا بعض الشركات الأجنبية تيجي عندنا العكس؟ طيب ممكن؟ والله ممكن وكثير لعدة أسباب. أولا السبب الأول أنه الآن أعطيت الفرصة للمطور كتطوير حقيقي يعمل. الأمر الثاني أنه الحكومة السعودية تدعم مشاريع خارجية اليوم، وتطلب أصبحت تطلب أن يكون المطور أو المقاول أو المطور سعودي، ففي إمكانية نجاح. ثاني حاجة وهي مهمة أنه صناعة التطوير العقاري ما هي صناعة معقدة كثير، يعني صناعة متوسطة تعقيد. فأعتقد الشركات السعودية قريبا سوف تتجه للخارج، وسوف يكون تصدير التطوير العقاري وخدمة البلد بهذا المجال بإذن الله. طيب هل تشوف أنه موضوع الآن يعني نسمع حنا تقنية البناء الجديدة وما الجديدة، واللي يبني بيومين واللي يبني يجيبون تجارب صينية يشوفون بعض المقاطع إلى آخر، بنوا هالعمارة بأسبوع ما شاء الله، وش القصة؟ والله شفت يعني أنا يعني بصراحة صارح أحس شيء مو بصحيح. طيب تقنية البناء بشكل عام هو تطور في نوع البلوك، تطور في نوع كيف الإنشاء، تطور في سرعة تركيب مثلا حدود أحيانا، عفوا أحيانا الجودة فيها أعلى من الجودة من التقليدي. تقنية البناء بدأت تنطلق في السعودية، المرصود لها 14 مليار ريال. كثير من المصانع الحين أنشأت وطلبونا كمطورين لوزارة الإسكان أو الجهة المختصة في تقنية البناء زيارة المصانع. بدينا نحدث، بدينا الآن بدل ما نحط الخزان نبني نجيبه بريكاست جاهز الصب أقوى وأجود. المشروع عندنا مرحلة اثنين، بنبدأ في بعض يعني مثل اللصقه في بعض الأعمدة، بدينا نتطور شوي شوي. طيب لحظة على موضوع الخزانات هذه، يعني بوقف كذا بس كات، يعني
في بعض الدول أنا أشوفها في أوروبا وغيرها ما عندها خزان أصلاً. هذا لأن الشبكة عندها تستمر 24 ساعة ومضمونة ذات موثوقية. طيب ما يمكن يصير مع شركة المياه؟ لأنه إذا وفرت أنا قيمة هالخزان هذا كم يكلف؟ 5000 10000 14000. إذا عندك 1000 فيلا مثلاً شوف كم توفر. 14 مليون. رقم صح؟ صح. طيب موضوع هذا وشلون يصير ممكن؟ والله هذه شركة المياه يعني عندها تحديات كثيرة أصعب من هذه. خلها نوصل لها أنها توصل للشبكة للمواقع داخل الطاق العمراني أنها تستلم المشاريع. لأن شوف بعض الدول لما نصل إلى هذا الهدف الأساسي. يعني شوف بعض الأبراج وبعضهم بيوت وكمباوند وغيره ما في خزانات. صحيح. وتكون برشر. حتى موضوع الصرف. ويكون برشر كذلك الصرف. احنا اعتقد ما نبغى نقول عن شركه هل هذه اوكي ما نبغى نقول ولكن انهم حقيقه يحتاج لهم حقيقه عمل الكثير كثير امامهم. تطوير عقاري مرتبط بكل الخدمات كهرباء. هل هذه تقنيه بناء هذا تقنيه البناء نتكلم عن بناء المنزل نفسه بالنسبه للاسكان يعني كمواد نفسها المواد ممكن الحين طلعت ماشين مثلا الياسة صار في الحين ماشين تسويها بسرعه بجوده اعلى من الشغل اليدوي. ممكن الان السيراميك يعني يصب ويبنى في نفس القاعه يعني الارض. ممكن الابواب تصير بطريقه معينه تبغى لها. فقاعد تتطور هي شوي شوي والى ان توصل بكره ما يطير مع الهواء ولا شيء. لا 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 الجوده عاليه بالعكس. تقنيه البناء جودتها في رايي يعني خاصه الخارجي اللي هو العظم اقوى كثير من يعني نتكلم كهندسيا يعني ضغط الجدار 90 PSI بعكس التراديشنال والتقليدي 28 يعني ذاك اقوى كثير. ولكن ان الناس في التسويق احيانا يرفضونه ويقول لك انا ما اقدر اغير في بيتي انا بعد 20 سنه ببيعه ما ينباع بسعر كويس لان ما اقدر اغير اللي اشتراه. هي مشكلتها استثماري. ولكن البيوت البريكاست اللي سوتها وزاره الدفاع من 40 سنه الى اليوم تظل جديده وهي تقنيه بناء في ذلك الحين. التقنيه البناء هي يعني يحتاج ان المجتمع يتقبلها بشكل اكبر. هل تغيرت ثقافه المجتمع الحين في السكن؟ جدا في اخر ثلاث سنوات. والله انا اشوف الانتقال من ضفه الى ضفه اخرى مع وزاره الاسكان. انتقل الان المواطن يبحث عن مشروع بيع الخارطه ويبحث عن البنك ويشتري ويعني يفهم وش له من حقوق وواجب عليه وش عليه من واجبات. اليوم يسكن بيت مرحله اخواني يعني يتكلمون خذ فيلا قال باخذ الشقه ليش انا توي متزوج ابسكن في بيت. صار يحسب فترة التكاليف صار يحسب مرحله تكاليف. صار نقطه مهمه التمويل العقاري خلى الناس تحافظ من التمويل الاستهلاكي اللي صار يصرف من الفيزا ويصرف وبعدين يجي ياخذ قرض ما يعطونه. اليوم صار يحسب ما اخذ سياره كذا لاني ابغى اشتري بيت. الان الفكر المواطن السعودي اعتقد انا اعتقد انه يعني الوزير الإسكان فضل كبير في هذا الأمر. تغيير من ضفة إلى ضفة تغير يعني نمط وفكر وسلوك الناس على مستويات يعني على مستويات العائلة الوحدة. طيب هل تشوف الحين موضوع يعني التملك السكني الآن تغير من ناحية حتى استخدام الطاقة نفسها؟ استخدام الطاقة ترشيد الكهرباء يعني بعض الحين صار الطاقة البديلة وغيره ولا شيء هذه هل هي فعلا موجودة ولا لا؟ إلا موجودة بس أنها لا زالت يعني أشوف هي الترشيد الطاقة فيها ثلاث شغلات أو الترشيد بشكل عام للطاقة. في شركة الكهرباء الآن حاطة كود اللي العزل وصار لازم يطبق وهذا يحافظ كثير على صرف الكهرباء. المياه كذلك صار لها الآن يعني المواصفات والمقاييس أصبحت قوية لأنك تحافظ وترشد. الموضوع الثالث اللي هي الطاقة الشمسية إذا تقصد الطاقة الشمسية. الآن معظم البيوت اللي تبنى حديثا يحطون الدكت يعني يجهزوا لك عشان اذا ركبت الطاقه الشمسيه في السطح بس تنزل النحاس وتحطه بالفيش ويساعد. ولكن هل صارت افيشنت او عمليه او ذات كفاءه؟ الى الان حقيقه ما اثبتت شيء. التكلفه الحين مقارنه بالسابق الحين اعلى ولا اقل؟ البناء لا والله الان وقت كويس يعني الحديد ارتفع في قبل 4 شهور شوي ورجع على وضعه الان بسبب الوضع العالمي. والله العمالة لا مرتفعة جدا. العمالة بالنسبة للمشاريع الإسكانية أنا أتمنى حقيقة أنها يعني تعامل معاملة الصناعيين في إلغاء المقابل المالي لـ 10200 على العامل. أن يأخذون على العامل الآن فوق 10000 ريال
فقط، غير كل حاجه، غير رواتب وغير سكن وغير امور. هذه بس للدوله عشان تقول بسم الله وتشتغل. فيصير العامل عليك 4700 ريال بالشهر، تيجي تبني المنزل تتعب كثير، فتحمل التكلفة. وبذلك ما عاد في عمال، الان نشف السوق حقيقه. وزاره الداخليه مشكوره نشفت السوق من المخالفه، واصبحت الحاليه مكلفه جدا. طيب ما في شركات توفر عماله؟ الا فيه، بس كذلك تاخذ وقت. يعني احنا الحين متوقعين مع يمكن 4 أو 5 شركات هي اللي تحضر لنا العماله، ومكلفة إلى حد برضو جيد، ولكن أفضل من أنك تستخدمها كشركة تطوير. عادة المقاول هو اللي يستخدم العمالة، ولكن بدنا نحل مشاكل مع مقاولين، نجيب لهم من الشركات، والشركات برضو يحتاج لها. المشكلة في التشييد والبناء أنك اليوم خلال 3 أشهر محتاج نجار وحداد، بس بعد 3 شهور محتاج مبلط وبوية، بعدها محتاج مثلا مرحلية. فأنت تحتاج كل 3 4 شهور أنك تجيب ويمشي. أتمنى حقيقة يكون العمالة يعني تكون عمالة على البروجكت. يعني لو صار يعني خلنا نقول توفرة في العمالة حتقل التكلفة جدا. الوفرة تقل التكلفة، أو يعني بالنسبة للمشاريع الإسكانية بما أنها من ضمن أهداف الرؤية، إلغاء المقابل المالي هذا مطلب كبير لمشاريع الإسكان أقل شيء. لأنه هي ما هي بس انك ترفع التكلفه. يمكن مشاريع الاسكان كثير، والله كل مشاريع الاسكان تعاني من قله العماله. يعني اليوم حتى بتقنيه البناء، لان تقنيه البناء تحل مشكله عماله، بس حتى مع تقنيه البناء ما تتكلم مع مطور او مقاول ما يشتكي من قله العماله ورفع وزياده اسعارها لترفع التكاليف. انت تعرف اخوي راشد مشكله البيع الخارطه، انك تثبت السعر فروم دي 1، يعني بيعك ب 700,000 خلاص، بعد سنتين هي 700,000. ارتفع قرار نزل ما في عامل هيجينج ولا شيء، ما في شيء. طيب توقف مع فاصل. تفضل فاصل. ونعم هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارنا مع المهندس علي بن محمد الشهري وهو الرئيس التنفيذي لشركة المزاني للتطوير العقاري. أنتم تحت أي مظلة المطورين؟ يعني نعرف في هيئة العقار تحت الله هيئة العقاريين وهيئة المقاولين، أنتم وين؟ والله حنا الآن المطورين هو الحقيقة. يعني زي ما موضوع المقابل المالي مثلا، أنت ودك تقول يا جماعة ادرسوا لنا هالموضوع بيقلل التكلفة علينا وعلى المشتري. هو الحقيقة المفروض هي طبعا هيئة العقار، ولكن هيئة العقار لسه هيئة جديدة وبادية يعني، وحقيقة منظمة وتمشي بخطوات يعني محوكمة، ولكن برضو كذلك مجلس الغرف واللجنة العقارية في الغرفة التجارية في كل منطقة لها دور. في الأخير بتتجه لهيئة العقار طبعا الطبيعي. اليوم حقيقة اللي رسمي أنتم تبعها ولا يعني بس؟ لا هي هيئة في الأخير طبعا، وتساعدنا حقيقة في بعض ترى يشرعون ينظمون، يعني الهيئات لها دور بيصير، بس أنه توابادية جديدة. فالآن التسجيل العيني عندهم إتمام في بادية، يعني خطوات نعذرهم ونطلب منهم حقيقة أنهم يعني الآن حقيقة وزارة الإسكان قائمة بالدور هذا، أنه بوجود عفوا بوجود وافي وإتمام، ووجود الوزارة بشكل عام ومطورين تحت مظلة الوزارة، فهذه خادمة كثير من العمل. وإن شاء الله هيئة العقار يعني تجهز قريبا بإذن الله. طيب هل المطورين عندنا شح في عدد المطورين العقاريين؟ هو طبعا في شح على حسب المملكة ومستوى المملكة في شح، ولكن كذلك أنا قاعد أمدح وزارة الإسكان اليوم واجد، بس حقيقة هذا اللي سوته أنها أهلت كثير من المطورين. يعني أمس في خبر أنه في الله ما أدري 220 أو 250 مطور أهل في نظام وافي، ف 250 رقم كبير ورقم جيد، رقم جيد على المستوى، ولكنه يعني هل هم مؤهلين للمستويات اللي يطمحون؟ لا، انا اعتقد انهم يحتاجون الوقت كل المطورين. انا ما ارفع نفسي ولا انزل نفسي عنهم، انا اقول كل المطورين محتاجين وقت لعمل
لبناء شركات وبناء، ولكنها مثل ما يقولون صنعة مهمة جدا، وصنعة تصدر، وصناعة تؤدي لأنه العقار والتطوير العقاري، شوف الوظائف اللي قدمها، يشغل المهندس ويشغل المحامي ويشغل حتى الاجتماعي يشتغل معه، يشغل المحاسب ويشغل، وتخيل سعودتها كيف تنعش البلد. والمنتجات، شوف مواد البناء، شوف المنتجات، مواد البناء 120 قطاع يتصل بالتطوير العقاري. فتطوير في بس حركة التطوير العقاري ونشاطه الآن بالنشاط اللي موجود حاليا، يعني منها قطاع الاسمنت مثلا الآن تغير كليا. بالضبط، اسمنت الحديد اليوم عليه طلب كبير، اليوم عندك الـ 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 الشركات مثلا السيراميك وشركات البوي، شركات الخدمات اليوم طلبات عليه بعضهم ما عاد يقبل. بعضهم يقول أنا يعني فتحت الانتاج وبعضهم ما زال. بالصدفة يعني اليوم أنا دخلت في حساب مؤسسة النقد سامة عشان بشوف تقرير شهر سبتمبر على موضوع الاستيراد لأعلى المواد، وش يعني كتسي كرقم مالي. رقم واحد اللي هو السيارات 2,800,000,000 تقريبا، ما شاء الله. ثم مواد البناء والتشييد على طول تقريبا 1,800,000,000 أو 1,000,000,000 بالحدود، فيبين أنه في حجم استيراد كبير في مواد البناء. هذا شهر سبتمبر فقط ما شاء الله، كم 2,700,000,000 1,800,000,000 هذا مواد البناء في شهر واحد. لو هذا غير الداخلي والمحلي، غير ممكن الحقيقة المحلي أخوي راشد يعني نفتخر فيه كثير. احنا بشركة بابة الشرق ما شرينا أي مادة غير سعودية بدون حقيقة ضغط، لأن ما علينا استركشن، بس لأن حقيقة جودة عالية. يعني ما أبغى أذكر شركات معنا من حق الحقيقة نفتخر بهم، شركات قوية موجودة بمديرة السدير الصناعية، شركات موجودة في الرياض، شركات موجودة تؤدي جميع الأعمال وبجودة عالية وجودة عالمية، ودائما صنع في السعودية. ترى برا السعودية صنع في السعودية يحبونه، حتى اللبن وحتى الأمور الاستهلاكية دائما اللي يصنع في السعودية يطلع بجودة عالية بعكس المستورد. وأنا حقيقة أتمنى من جميع المطورين ومن جميع اللي يعملون في القطاع يعني مساعدة المحتوى المحلي، وإذا ما فرض علينا فرضا، ولكن نبدأ نحن نعمل ونؤدي. طيب هل تعتقد الحين التطوير العقاري يمر بطفرته الآن؟ بداية طفرة، بداية طفرته صحيح. احنا بداية اقلاع الان، احنا 2001 بدبي الان. وشلون 2001 بدبي، ايام دبي 2001 احنا نفس المرحله الان، بس في فرق من ناحيه اسكاني. لا يعني اقصد انه هناك يمكن كان في تمويل متوسع جدا، لا في تمويل متوسع، بس هنا في ضبط، في ضبط، الانضباط موجود طبعا. الحوكمه عالية، وإحنا ما يحتاج نزود حوكمة ولا مضاربات في موضوع الإسكان. مشاريع هذه مش إنك تشتري وتبيع، تشتري اختفت المضاربات. إيه، فواحد يشتري ويسكن، يتملك ويدفع أقساط على 20-25 سنة، فهذا يخلي وضع السوق مستقر يعني. ما يخلي وضعية اللي كان مضاربات أشتري 3-4 وحدات وبأجارات، ثم يحصل دروب الأسعار، ثم أتورط، ثم تدري ليش؟ لأنه في طلب حقيقي، في مواطن حقيقي يبغى يتملك، في مليون وحدة سكنية مفروضة في 5 سنوات، في طلب حقيقي وفي تمويل الآن حقيقي من البنك، وفي مطور حقيقي يعمل الإيكو هذا كامل الآن انضبط، بس بدي يتحرك. أنا اللي أعرف أنه متوسط الشهري من بداية السنة إلى اليوم بما يقارب 58 إلى 60 62 ألف عقد سكني شهر. ما شاء الله، يعني سمعنا ارقام حقيقه. انا ما اعرف الرقم هل صحيح ولا، بس انه يعني ارقام كبيره. لا خذ مني انا 62,000 بالشهر معدل، ما شاء الله معدل يعني الكل اذا جمعت كل موضوع اللي باع جاهز واللي باع ارض وقرض واللي باع منتج تحت تقريبا كلها بهالشكل ما شاء الله. هذه النمو بهذا التسارع هذا انت تشوفه الى وين حيستمر؟ والله هو شوف، هو بما انه فيه نمو من 5-7% الان، وذكرت أنت الأسباب وين يستمر. أنا أتوقع إلى 2030 راح يكون مستمر، أتوقع إلى 2030 بما أننا نمشي بخطوات يعني متسارعة وثابتة، يعني محوكمة وثابتة ومشينا خطوات قوية وعلى طلب حقيقي، فإن التطوير العقاري إلى 2030 وسوف ينتقل في مرحلة 2025-26 إلى الجوار إلى الجوار. الآن ترى انتقلوا ناس لمصر، في ناس في دول خليجية تدعمها السعودية بدوا يقدمون على مناقصات، يمكن لا زالت ما ظهرت للإعلام، ولكن أنه حقيقة التطوير يحتاج له 3-4 سنوات حتى يصير مصدر دخل للبلد. طيب أنت يعني
تتوقع انه هذه التطوير العقاري انهم هم يعني خلينا نقول هذا النمو هم اسرع منهم ولا مطورين اسرع من طلب السوق؟ انا اعطيك الحقيقه من الاسرع، صارت الحكومه اسرع من الاثنين اليوم، صارت تطلب منكم اعلى الحكومة من التشريعات اسرع من المطور واسرع من المواطن اليوم. اوكي، سبحان الله. الانظمه لا من وزاره البلديه والقرويه ولا وزاره الاسكان ولا وزاره التجاره متسارعه بشكل احنا كاهل البزنس. راحت موضوع اقرار المخططات بعد سنه وسنتين لا بالشركه الحمد لله. كم تجلس الحين تقريبا؟ الحين 20 يوم محدده ب 20 يوم. 20 يوم اي 20 يوم تقريبا. وتقريبا احنا بالشركه اخذنا مخطط من تجريدي الى تفصيلي كان ياخذ 60 يوم يعني 3 شهور 4 شهور، اخذناه في 5 ايام. اعتمد في امانه الرياض في قسم التخطيط، ادخلناه يوم السبت، عفوا يوم الاحد، يوم الثلاثاء اجتماع، يوم الخميس اعطونا الموافقه. وهذا حقيقه تطور كبير بيقوده مع الوزير الدكتور ماجد القصبي، طبعا معالي امين الرياض المهندس طارق الفارس، يقودون تحول كبير حقيقه في طبعا هذا بيصير موضوع، هذا بيصير مهم في مساله انه يقلل عليك التكلفه صح؟ نعم، احنا كنا نربط الارض قيمتها مليار سنتين ثلاث سنوات عشان يطلع المخطط. اليوم انا في اسابيع او في وقت قصير اقدر اخذ مخططي واقدر اروح. كم حجم الطلب السنوي الجديد اللي ياتي؟ كم السكن؟ والله اذا كان مواليد 400,000 واللي يدخلون المدارس الحين 400,000 في السنه، ولد وبنت يعني عكس. انا بحسب على خريجي الجامعات. كم خريجي الجامعات؟ يعني لن يقل عن 250,000. هو خلينا نقول الثانوي لانه بعدين الجامعه في بعضهم يدخل جامعه. اي يعني 250,000 اللي تخرجوه من الثانوي تقديري من 350 ل 400 اظن يعني تقريبا. يعني انا اتوقع في 200 فوق ال 150,000 اسره وحدودها في السنه، وبيحتاجون سكن. ما شاء الله نمو السكاني عالي على حسب الاحصاء، نمو جدا من ثاني اعلى نمو في العالم. فرصتكم المطورين صح؟ ان شاء الله. ان او ما تحبون تبينون قوه لا السوق؟ لا بالعكس، يعني المطور العقاري ترى يختلف. المطور يتمنى ان السوق دائما يكون نشيط، ويتمنى يكون السعر اقل، ويتمنى ان المواطن يرغب ويكون حسب قدرته الماليه. طيب ما تشوف ان البنوك الان يعني دورها ما هو قوي مع المطورين، وصار كل العبء عند وزاره الاسكان؟ لا والله بدت، يعني نكون عادلين، احنا قبل سنه كنا نشتكي، اليوم لا والله بدت البنوك تتنافس. عندنا 6 أو 7 بنوك الآن في مشاريع بوابة الشرق، في مشروع الجوهر ريزيدنس تتنافس، وبعضهم يقول عطني اللستة حقت البنك الثاني بعطيك عليها عرض وأعطيك، ويخدمون المواطن. يعني في بنك البلاد شال الرسوم الإدارية، شال مدري إيش، اشترى المديونيات، ينافس البنوك الأخرى على أنه يأخذ العميل. هذه العملية أخذت وقت 3 سنين، ولكن الآن بدأ نجاحها. أنا أعتقد بعد سنة من اليوم، دائما شبهها بالجوال، يوم كان ينباع ب 10,000 يوم صار الجوال بلاش، يصير السكن بكل سهولة لكل مواطن في فترة قريبة. تتوقع أنه مفروض أن المواطن يبادر ويستفيد من المميزات اللي تقدم من وزارة الإسكان، تمويل من خلال صندوق العقاري أو غيره؟ أنا بعطيك عن بوابة، بعطيك عن بوابة الشرق. أنا نزلت اليوم عشان أقصب العميل ب 650,000، في 30/12 بنرفع السعر ل 720,000 لأنه تكاليف. كيف ترفعون السعر الى 27؟ لان ابغى اربح. انا اول بعته ما بعته؟ اللي بعته اللي بعته خلاص قضينا. ايه الجديد لازم ارفع السعر لاني اولا في مشروع جديد بعد؟ يعني حتى في بوابه الشرق مرحله 2 مثلا. في مشروع اخر لازم ارفع السعر لاني انا ابيع اقل من السعر ب 20-30%، والهدف اني كنت الناس ما متقبلين، فابغى اغريهم في البدايه انه تعالوا منتج رخيص وجميل وقوي وجوده عاليه ومساحه كويسه. بس انه لما يعتدل السوق والناس تفهم المنتج لا بحط السعر العادل اللي وسعر قبل 5 سنين غير بعد 5 سنين. اكيد هو اللي بيجي في بدايه المشروع هو ارض بيشتري، غير اللي بيشتري والبيت منتهي عظم، غير اللي بينتهي والبيت منتهي جاهز في فتره. فانا اقول للمواطنين حقيقه اللي عندهم اسكان يعني 500,000 ترجعها 500,000، واللي فوقها بتخصصه يعني ايجار منتهي بالتمليك حقيقه. يعني زي انك انت تسكن ببلاش بس تدفع ايجار وفي الاخير تملك وارخص من الاجار. يعني تاخذ فيلا مثلا يطلع قسط عليك السنوي 24,000 2000 ريال بالشهر 24,000، او تسكن في تاخذ تستاجر الفيلا ب 50,000 بعدين وما يملك.
اليوم التملك مع وزارة الإسكان جدا سهل ومناسب، هل بكرة بيكون أسهل؟ يمكن. طيب ما وعيتوا أنتم كثير ترى، يعني وزارة الإسكان أوكي لها دور في الموضوع، لكن كمطورين يمكن ترى الناس ما يدرون عن هالشيء هذا يعني. والله مع أنها أشياء بسيطة يعني. شوف مستحقين الإسكان، ما أعتقد في مستحق إسكان في مدينة الرياض أو في جدة أو في الدمام ما اطلع على هذه العملية، بس هو أحيانا يسمع بالكلام السيء وفي المجلس وما يصير وما يصلح، وترى هالراتب كأنه بيحط راتبه في شيء استهلاكي، سيارة بعد 5 سنين. وسالفة انهيار العقار ونزول الأراضي والقصص هذه، شوف وش صار الحين، صار في كيرف صاعد، صاعد كيرف صاعد، وبالأخص أنه يعني شمال الرياض، وخاصة أنه ما في أحد يبغى ينتظر يعني في موضوع الإسكان، يعني ما في أحد بينتظر انه النزول هذا، وكل سنه بيزيد الطلب، بيزيد الطلب. صحيح، الاسكان هو سلعه اساسيه، يعني اليوم لو بيتك اللي شريته بمليون صار ب10 مليون بتبيعه؟ ما بتبيعه، لان جارك بيكون 11 مليون. يعني هي سلعه بتنمو معك، فلازم تسكن في بيتك، والاخير انت بتسكن تامن اسرتك، تامن امورك، يعني هو امان في الاخير، البيت امان. تغير مفهوم الناس في الموضوع، الكونسبت هذا صار الحين يعرفون انه هذه فرص. أيه. لازم سكن وإلى آخره. نعم، حتى في استهلاك يمكن الواقع اللي شافوه صار واضح. صح، أول ما جاءوا ببرامج البيع الخارطة مع الإسكان كان يجينا المواطن البنك ما يقبل ويزعل، ليش ما تقبلني؟ قال يا أخي عليك فيزا وعليك استهلاك وعليك سيارة وعليك أقساط، أنت اللي يعني خربت الائتمان حقك بسبب تصرفاتك. اليوم منضبطين، يجيك بعد سنة ونص من راحت يجي يقول لا أنا خلصت المديونيات اللي علي، اليوم أنا أبغى يكون مديونيتي بيت عقار أصل يرتفع، ما يعني زي اللي نسمي إحنا يرفع تصنيف الائتماني. بالضبط، فصارت بعضهم يصير A بلس وكذا. نعم، وعلى فكرة التصنيف يعني وكالة موديز أو وكالة تصنيف السعودية اليوم في وكالة تصنيف مع الأستاذ نبيل المبارك قاعدة تحاول تسوي تصنيف للشركات التطوير العقاري. هذه بتخدمنا في التطوير، احنا تكلمنا عن الفاينس. هذه مهمة. دخلت هذه مهمة لأنك أنت بتعرف على الأقل الملاءة المالية. صح. أشوف للمواطنين سمة قاعد تخدمهم، بس الشركات ما تدري الشركة القوية من الضعيفة. صحيح. الحين صار في شركة تصنيف تسوي تصنيف للشركات طبعا بشكل عام ائتماني مثل مودز. واحنا بدأنا معها بشركة المزايا العقارية، قدمنا عليهم. والآن يراجعون. ممتازة إنك بكرة تسوي فاينانس، بكرة تسوي سقوك، بكرة تأخذ قروضك على 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 تصنيف. تصنيفك الائتماني. هذه من الأشياء اللي تحتاجونه حتى في المواطن نفسه، صح؟ في مسألة إحنا نحتاجه في المواطن، لأنه مسألة الشراء والتقسيط. هو بما إنه اللي يشتري مني البنك، إحنا ترى اللي يشتري مني البنك يشتري المواطن. مش المواطن مباشرة يتعامل معكم يعني. مشروع احنا حقيقه حتى المواطن بوابه الشرق معطيه برنامج قبل شهر انه اسمه عقدك مباشر معنا، يعني المواطن يشتري منه دايركت، وبعد ما تجهز فلته تصير اسهل للتمويل عن طريق البنك. اوكي، وتسهل على الناس، يعني بعض الناس عندهم مشكله مثلا بنكه ما يبيع ما يشتري على الخارطة اللي عنده راتبه، بعضهم شركه خاصه ما يقبلوا البنك، بعضهم على مديونيه بسيطه والبنك يقوله لا، تعرف البنك يبي أصفى يبي شيء كامل مرة يعني. فشركة المزايا بوابة الشرق مسهلة الأمر على المواطنين، وتقول اشتر وبعد ما تجهز بيتك، ويعني نعطيهم تسهيلات أكبر. خدمة العميل مهمة. طيب. ونجاح. طيب هل تعتقد أن الآن المطورين الآن إذا صاروا يعني يطبقون المعايير هذه وفيدك وغيره وغيره، هل هم يصيروا التكاليف هذه محسوبة عندهم ولا لا؟ محسوبة يعني على حسب طبعا المطور، بس محسوبة. هل السؤال هنا هل هو ينفذها صح؟ اي، لان اشوف بعض المشاريع يعني تشوف انت اللي تداول وغيره، والله المطور هذا غش، والله المطور هذا ما ضبط، هذا حط مواصفات اقل، لانك مبنى تشوف جدران ما تدري وش اللي بوسطه. تدرين هذا اكبر ميزة في البيع الخارطة طال عمرك. شلون؟ البيع الخارطة تنبني قدامك، تعال شوف الدك، تعال شوف العزل، تعال شوف، هو يبني بيتك اللي شريته على الخارطة ينبني قدامك، ما تأخذه ملبس خالص. النقطة الثانية، أنا أعتقد المشاكل اللي تصير ونشوفها دائما في تويتر ونشوفها في الميديا هي مو مطور عقاري، بالعكس هو مو شركة، حتى هو شخص يسمونه أبو شاكوش، يجي يقول أبني لك البيت، تجار شنطة ويبني الأربع فيلا الخمس فيلا، يجي المواطن بدل ما يشتري بيت بمليون ومئتين
يلاقي ذهب 1,100,000 أرخص 100,000 شرى من عنده طمع بهال100,000 طاح في بيت كرتون أو بيت سيء للصحة. والمطور عليه أصلا رقابة وعقوبات صح؟ المطورين الإسكان لن يستطيع أصلا حتى لو يبي ينزل بالمواصفات ما يقدر، على استشاري، والاستشاري مربوط بوافي، ووافي مربوط بتقارير وزارة الإسكان، يعني حوكم. ولكن نتكلم عن المطور اللي في السوق اللي يبني عادي، كل مطور يسعى لإسمه، يسعى سجله موجود، ملاك موجودين، مجلس إدارة موجودين، قاضيهم توصل لهم. بس شاري تاجر الشنطة أنا اللي أشوفه في السوق، ودائما يطلعوا تجار شنطة، ولكن ما حد يقول من البراء. يجي يقول لك مطور، لا يعني ودك يطلعون اسمه، قل منهم إيه يطلعون، لأنه كلهم أفراد. أنت لما أقول لك في مطور فرد ومطور معنوي شركة، هي المشكلة دائما في المطور الفرد اللي ماخذها تجارة. شكرا لك أبو محمد، انتهى وقتنا وساعدنا بك في هذه الحلقة. شكرا لك. شكرا لك طال عمرك. مشاهدي الكرام شكرا لمتابعتكم، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD.